الأستاذ هاني بيسأل إنه منكري السنة بيفسروا الآية الكريمة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبيقول إن هم مخصصنا في معنى واحد بعينه، وهو بيقول أنا من قراءتي ومن فهمي إنه المعنى هنا ليه هم بيخصصوا، هو بالضبط بالفطرة السليمة اللي عند المؤمن بينتهي إلى ما انتهى إليه علماء الأصول، في علماء أصول القرآن الكريم، هذا العلم العظيم اللي استقوا القواعد العلمية دي من نصوص القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، بأنه المقرر في علم الأصول إن في القرآن الكريم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وده منطبق تماما على الآية الكريمة اللي حضرتك تفضلت بالاستشهاد بيها يا أخي الفاضل، وما انتهيت إليه منضبط جدا وفق هذه القواعد يا أستاذ هاني. ويؤكد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، والخاصة كمان بعلم الحديث، إنه في علم اسمه علم الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يحذر من أنه الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلحق أو يتقول أو يقول أنه النبي قال هذا الكلام ولم يقله صلى الله عليه وسلم، ينبه إلى خطورة هذه الفعلة، لأنه هناك علم كبير اسمه الحديث الشريف.